اعرفش يعني والدين مرتين. هيدي باختصار صرخة فرانسواز عواد والدة سافيو ستيفن، طفلين ما شافوا شي من الحياة إلا مرة بسبب مرض نقص المناعة الوراثي والنادر اللي أصابهم. فالورم الحبيب المزمن علاجه الوحيد هو زرع خلايا جذعية من متبرع أنسجته متطابقة مع أنسجتهم، ولكن ما تلاقى بعد. في فحوصات لازم تنعمل لينعملوا التطابق. نزلنا تنعمل الفحوصات، فحوصات المختبر واحدة بتتخطى الألاف ونحن ما بدنا قادرين. العمليات واحدة بدها 100,000 في العمليات. في تحضيرات بالأول بالمختبرات قبل العمليات. ولدين فوت واحد على المستشفى بتقلي الماما بتقلي التاني محرور. ما بالعقطي لواد وفوت واحد ومتضيطة هيك. ما بقى فين لازم ينعمل لهم شي. حرام والله حرام. ولدان بتموت ولدان بتموت. فحوصات المخبرية لوحدها قبل العملية رح تكلف العيلة أكثر من 40,000 دولار. كل فوتة مستشفى عم 100 موتة. أنا بعد عندي يومين بيخلص شهري ما ولدت. صار لي شهري بأجل من ولادي تشوف إيش بدي أعمل بهودي كل ولاد. بقول لهم هيدي بعد ما عرفتها بس ودوكي ودوكي بط نفس. الطب بأكد أنه الحل الوحيد هو إيجاد متبرع وإجراء العملية. سوء الحظ سافيو وستيفن ما عندهم متبرع من العائلة، مش هيك مضطرين ننبش لهم عم يتبرع من برا. وقبل ما نعمل هالشي لازم نعمل فحوصات أنسجي يلي هي كتير دقيقة، وهودي أكيد فحوصات وغالية كتير يلي ما في حدا ما في عائلة بتقدر تتحملها. بدي كرر إنه ستيفن وسافيو عندهم إمكانية شفاء عالي إذا قدروا عملوا العملية بالوقت المناسب. المصيبة بهالعيلة مصيبتين، والأهل بحاجة لكل دولار بتقدمولن إياه، واتكالن الوحيد على ربن وعلى المتبرعين ليخوضوا هالرحلة الصعبة ويشوفوا أولادن عم يكبروا قدامن.